أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الولي الكريم، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خيرة خلقه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا الليلة إن شاء الله مع الفلتر الثامن، وهو صراحة فلتر صعب جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا هذه المشاهد يا رب العالمين. فلتر بعنوان أهوال القيامة. ذكرت لحضراتكم أن الإنسان مطلوب منه في الدنيا يزكي ويطهر نفسه، وربنا سبحانه وتعالى جعل محطات وفلاتر، كل محطة تعدى عليها تغسلك، تصلح نفسك وتصلح قلبك. مريت على التوبة والاستغفار، مريت على الحسنات، مريت على دعاء الصالحين، مريت على عذاب القبر، مريت على حاجات كتير جدا ولسه ما اتغسلتش. حتى في القبر، تدخل القبر وليك ذنوب ولسه ما اتغسلتش. يأتي الفلتر رقم 8 ويقول لك ايه؟ يقول لك انا الفلتر رقم 8 اغسل اللي ما اتغسلش. انت مين بقى يا فلتر رقم 8؟ قال لك انا اهوال يوم القيامة. اهوال يوم القيامة صورها كثيرة جدا وعديدة جدا، لكن لحضرتك تتخيل ان اول هول من اهوال يوم القيامة هيكون لحظة خروجك من القبر. ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك فينفخ في الصور، كل اللي عايش يموت، والنفخة الثانية كل اللي ميت يصحى. هي دي اللحظة، دي اللقطة، دي اللي هي لقطة الخروج من القبور. لما يخرج الإنسان من القبر ده هول عظيم جدا. ايه الهول اللي في كده؟ واحد صحي من النوم، ايه المشكلة في كده؟ جميل التشبيه ده على فكرة. لما تنظر حضرتك صاحي من النوم، صاحي ورايق وهادئ، وحد بيطبطب عليك، اصحى يلا يا حبيبي، يلا ربنا يكرمك، يلا تأخر على المدرسة، يلا تأخر على شغلك، شفت الهدوء والجمال؟ وبتبقى كده رايق كده والمسألة تمام ودماغك تمام. ليه؟ لأن الجهاز العصبي مستريح من فترة، فلابد ساعة الصحيان دي عشان نحافظ الجهاز العصبي ان احنا نصحي بشويش. خلي بالك، شوف بقى الهول بقى هيجي في ايه. ساعة الخروج من القبر مش هتصحى بشويش. قال لك ايه؟ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. النفخة في الصور يا اخواني، عملوا تجربة غريبة جدا. عملوا المسجد ده كله زجاج، وجابوا صوت قوي جدا، وخلوا الصوت بنبرات معينة يتكلم بشدة معينة داخل الاسوار من الزجاج المقفولة دي. فوجدوا ايه؟ وجدوا ان ذبذبات وقوة الصوت اخترقت الزجاج، والحيطان الزجاجية دي وقعت من قوة الصوت. قوة صوت مين؟ بشر؟ ايوة، قوة صوت بشر. التجربة دي حصلت في قوة صوت بشر، انسان قوي الصوت ولنا برات معينة، وقع الجدران بتاعت الازاز. قال لا، يعني ايه برضو؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان فاكرين انتوا الصيحة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها على الكافرين زمان، فخرأت أجسادهم وتركتهم، فضتهم من جوه وسبتهم زي جذوع النخل. فاكرين انتوا القصة دي والحكاية دي؟ ده صوت اللي عمل كده. صوت، الصوت بتاع الاختبار بتاع الحيطان الزجاج أقل آلاف المرات من الصوت اللي ربنا بعته على هؤلاء الكافرين ليكون عذابا عليهم. الصوت اللي ربنا بعته على هؤلاء الكافرين ليكون عذابا عليهم لا يكون ذرة في الصوت بتاع النفخة الثانية اللي هتطلعك من القبر، اللي بسببها ربنا هيحييك ويطلعك من القبر. شوف الهول بتاعها بقى. ممكن الصوت ده يكون شديد جدا على واحد لدرجة ان هو يتفزع زي ما انت ايه نايم، وحد بصحيك بطبطب عليك كده، صحيت بشويش وبروقان، وبعدين فتحت عينيك، وبعدين حركت جنبك، وبعدين قمت نزلت رجلك من على السرير، وبعدين قمت روقان، يعني مفيش مشكلة. انما تخيلوا لله المثل الاعلى، ربنا يجيرنا جميعا، حصل زلزال شديد جدا جدا في العمارة، والعمارة عملت تهتز كده، اللي صحاك الدولاب وقع عليك، السقف وقع عليك. فاهمنا اقصد ايه؟ نار ولعت. تخيل الفرق بين اليقظة هنا واليقظة هنا. طبعا انا بعمل عملية تقريبية، اعلى زلزال في الدنيا كلها ما يجيش ذرة من اللي هيحصل ساعة لقطة ما تخرج من القبر. هو ده بس اللي انا عايز اوصله لحضرتك.
ان واحد بصحيك بتطلع عليك وواحد بصحيك باهوال عمرك ما سمعتها وعمرك ما شفتها. خلي بالك من اللقطه دي، ادي اول هول ممكن بسبب ذنوبك اللي عندك والرصيد اللي عندك ربنا عايز يغسلك، يقوم يتقل عليك، يتقل عليك الهول ده والشده ديت والفزعه ده، اللقطه الاولانيه دي. وممكن واحد معك في نفس القبر ما يحسش بنفس الفزع ولا نفس الهول. ليه؟ لان ذنوبه اقل من ذنوبك، لانه مات وسيئاته اقل من سيئاتك، لان في القبر اتصفى اكتر ما انت اتصفيت. مركز، دي لقطه، دي لقطه اولانيه كده. طيب ايه اللي بعد كده؟ هول ثاني، اول ما تخرج من القبر كده وتبص هتلاقي ايه؟ خضره، منظر طبيعي. يقول لك ايه، انا هعمل على شباك اوضه النوم اول ما افتحها الصبح خضره وشويه شجر، عشان اول ما ابص الصبح كده ايه نفسيتي ايه تستريح. يا من عصيت الله، يا من ظلمت الناس، يا من جرت على الحقوق، يا من قطعت الارحام، يا من تكبرت على الله ومت ولسه عليك ذنوب، وهتخرج من القبر ولسه عليك اثام، احنا هنظبطك. هتعملوا فيا ايه؟ تعال نوريك المناظر الطبيعيه الجميله دي. ايه المناظر الطبيعيه دي؟ قال لك اسمع بقى، اول ما تطلع من القبر المشاهد بتاعه القيامه اللي ربنا ذكرها في سوره اذا الشمس كورت، وفي سوره اذا السماء انفطرت، كل مشاهد القيامه اللي اتحكى عنها في القران والسنه هتشوفها، هتشوف المناظر دي اول ما تطلع من القبر. يعني اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها، وقال الانسان ما لها، اذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت ولعت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. كل المشاهد دي هشوفها امتى؟ قال لك أول ما تطلع. ما دي اللقطة الأولى للقيامة، أنت لسه ما رحتش لأرض عرض ولا محشر ولا لا لا لسه. تخيل لما تشوف الجبال، الجبال اللي أعلى من ناطحات السحاب والعمارات بتمشي وبعدين تطير في الهواء وبعدين تتفتت وبعدين كل ذرة فيها تطير زي العهن المنفوش، تخيلها أنت. تخيل أنت لما تشوف البحار قدام عينيك اتقلبت لنار، البحار المية اتقلبت لنار. تخيل انت لما تلاقي السماء دي كشطت، مسحت. تخيل انت لما تلاقي كل النجوم دي هباء ولا عاد لها وجود. تخيل لما تلاقي الشمس دي الاكبر من الكره الارضيه ملايين المرات اختفت وطارت وليس لها وجود. تخيل، تخيل لما تلاقي كل الناس خارجين من قبورهم حفاه عراه مجردين من كل شيء. تخيل، تخيل لما تلاقي الارض غير الارض والسماوات غير السماوات وكله برز لمين؟ للواحد القهار. تخيل، تخيل المشهد ده يعمل فيك ايه؟ انت لسه قايم من النوم على فكره، مش نام بقالك 8 ساعات زي ما احنا بننام او 10 ساعات ولا يوم ولا في غيبوبه بقالك 5 6 ايام، لا ده بقالك في القبر يمكن الاف السنين نايم. فبعد الفتره دي كلها لما تقوم وتشوف ده مش قواموك بحنان، لا ده بهول. تخيل الهول ده هيعمل فيك ايه؟ هيشتد ذلك الهول على العاصي عشان يغسل، ويخف ذلك الهول على اللي غسل نفسه في الفلاتر اللي قبل كده. ركز معايا في النقطه دي. ايه الهول اللي بعد كده؟ قال لك شفت المشاهد ديت؟ قال لك اه، هتدنك متصمر، ما انت مذهول. وذلك ربنا يصف هذا المشهد اللي هو الذهول ده، يقول ايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم. هي اللقطات دي، يوم ترونها تذهل، تذهل كل مرضعه عما ارضعت. كل مرضعة، يعني لو واحدة شايلة ابنها في حضنها وعمالة ترضعه من صدرها، مفيش أدق حنانا من اللقطة دي على فكرة يا جماعة. تبتدي تطبطب عليه وتضمها لصدرها كده، أول ما تشوف اللقطات دي هترميه. وتزهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني وفي رواية تانية أو في تفسير تاني بيقول لك كل واحدة حامل ماتت وابنها مات معاها الجنين ولم يكتمل، خلي بالك من الكلمة المهمة دي كده، تطلع من القبر والجنين في بطنها، أول ما تشوف المشهد ده يتسقط على طول. ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي طربها دي؟ طربها؟ ده هول. ده موضوع كبير جدا. شوف، شفت المشهد؟ وترى الناس سكارى. قال لا لا لا، شاربين خمر ولا ايه؟ شاربين ايه بالظبط؟ قال لك لا، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. هم لسه ما تعذبوش، ده هو بس بيتفرج بس.
تعرف اللي بتفرج على حاجة وبتألم منها هو لسه ما تعذبش، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إنما المشاهد صعبة جدا والأهوال عظيمة جدا. في هول بعد كده إيه هو؟ هنبدأ واقفين بنتفرج كده أول ما نخرج من القبور؟ قال لك لا، مطلوب من حضرتك إنك أنت تروح لأرض المحشر بقى، الأرض اللي هي إيه؟ النقية البيضاء الجميلة اللي هي لم يعصى عليها الله طرفة عين، اللي هي هتبقى أرض المحشر، هتقف عليها وتتحسب عليها وتطلع منها على الجنة أو النار بقى، والعياذ بالله. قال لك من الناس من يرسل الله سبحانه وتعالى إليه جمل يركبه، الجمل عارف طريقه ويوصله لغاية أرض المحشر أو ده عدة. قال لك وربنا سبحانه وتعالى واحد في العمل أقل شوية يقوم إيه؟ يبعت لهم جمل يقول له أنت وأنت وأنت وأنت، خمسة يركبوا جمل. بعد ما كان واحد يركب جمل أصدول عملهم أقل، ربنا بفلتر أهو، جمل تالت يتبعت وعشرة يركبوا عليه لأن عملهم أقل. طب وبعدين؟ قال لك وفي ناس هتمشي لوحديها كده، ربنا يوجهها كده وتمشي لوحديها لأرض المحشر كده بسلام كده، يعني لوحديها ماشية كده وهي عمالة تتفرج كده. طب وبعدين؟ قال لك وفي ناس مش هتمشي، هتزحف على ركبها لغاية أرض المحشر وهي بتشاهد المشاهد دية والرعب ده في قلبها. قال لك أيوة، وفي ناس هتمشي على وجهها إلى أرض المحشر. الإمام علي رضي الله عنه بيسأل بيقول يا رسول الله إزاي يمشي على وشه؟ على وشه ازاي؟ ده وشه ما فيهاش لا صوابع ولا رجلين ولا حاجة، ازاي يمشي على وشه يوم القيامة لأرض المحشر؟ قال له يا علي، أليس الذي أمشاه على قدمه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ قادر ولا مش قادر؟ خلاص بقى انتهينا، ده لقطة كده. طب في واحد مش عايز يمشي وقال لك شوف بقى اللقطة ديت، يبعث الله نار من وراه تسوقه، كل ما يقف تلدعه عشان يجري، كل ما يقف تلدعه، كل ما يمشي يمين ولا شمال على غير اتجاه أرض المحشر تروح له كده وتروح له كده، تسوقه إلى أرض المحشر. مركزين في الموقف شكله عامل ازاي والهول شكله عامل ازاي، ده كله وانت عريان وانت جعان وانت عطشان وانت مش معاك حد وانت طالع من القبر بقالك الله أعلم آلاف السنين وانت شايف الهول ده كده وعمال تقول لا 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 لا، ده الموضوع كبير، ده الموضوع صح بقى. الظالم يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، قال ده الموضوع في العجاد، ده احنا كنا هبل بقى وكنا نايمين وغفلانين. قال لك طب في هول تاني في اهوال القيامة اللي تغسلك وتنظفك؟ ده كله على فكرة قبل ما تروح عند الانطرة بتاعت الصراط، عارف ليه؟ عشان ربك برضو رحيم بيك عمال يشدد عليك في الحتة دي عشان لما تروح عند الانطرة ما تسقطش في جهنم، لانك لو سقطت في جهنم كل اللي فات ده يهون قصاد لحظة في جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الشقاء يوم القيامة فيغمس في النار غمسة لحظة ثم يخرج فيسأله ربه هل رأيت نعيم؟ فيقول يا ربي والله ما رأيت نعيما قط بعد هذه الغمسة. عمال يغسل فيك ويزكي فيك في الأهوال دي لأنه برضو بحبك، برضو بحبك. خلي بالك هو بيغسل في ناس وناس جاعل الأهوال دي عليها أمن وسلام، مش هيحسوا بقى خالص. مين هم يا جماعة؟ اللي ما خوفوش الخلق في الدنيا. مين هم اللي ما فزعوش الخلائق في الدنيا؟ مين هم اللي ما ظلموش الخلق في الدنيا؟ مين هم اللي ما اعتدوش على حقوق الناس في الدنيا؟ مين هم اللي عاشوا بأمن وأمان وسلم وسلام في الدنيا؟ أولئك لهم الأمن يوم القيامة. ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. لسه فيه؟ قال لك لسه فيه. قال لك تقف في أرض المحشر، الوقفة دي بقى عريان لا أكل ولا شرب في يوم ممكن يقدر عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون. ألف سنة واقف، ده اللي واقف في طابور العيش نص ساعة أو ساعة لربع بيتعب من الوقفة وظهره بيتعب ورجله بيتعب. قال لك لا، ده الوقفة هتختلف. قال لك تختلف إيه؟ قال لك أولا كل الخلق واقف. طب ما سهلة عشان نونس بعض. قال لك يا ريت كانت كده. قال لك وكل الخلق عراه. حلو عشان نبص براحتنا. قال لك لا مش كده. قال لك ده كل الخلق عراه وكل الخلق ما في نفوسهم من ضغائن وشرور وحسد وحقد سيخرج ويظهر لكل الخلق. يعني فضيحة. عارف ربنا بيقول يوم تبل السرائر. تبل السرائر يعني اللي جواك اللي كنت عمال تضحك على الناس وتبين انك انت الشيخ اللي هو وانت الاستاذ اللي هو وانت المعلم اللي هو وانت الخير اللي هو وانت الصالح اللي هو، كل ده هيتكشف
ويبقى زي شاشة سينما كل الخلائق ينظرون إليك وتبقى فضيحة. هول ما بعده هول. عشان كده بقول لك اغسل قلبك من هنا، اغسل نفسك من هنا، اغسل فؤادك من هنا، اغسل عقلك من هنا، نظف قلبك وداخلك من هنا قبل فوات الأوان يوم تبلى السرائر. وساعتها مفيش ستارة تستر ولا حيطة تدرى فيها ولا نخلة تقف وتقف وراها. قال لك الموضوع انتهى. صعب قوي كده؟ قال لك ايوه، من ستر على مسلم في الدنيا ها ستره الله يوم القيامة. شفت الجزاء من جنس العمل ازاي؟ وبعدين قال لك ده لسه الوقفة دي مع المدة دي مع العري ده مع الفضيحة ديت والشمس بينها وبين رأسك ميل واحد. طب ايه يعني؟ ما تسيبها، يمكن الدنيا برد وربنا منزل الشمس عشان تدفينا. اسمع النتيجة بتاعت الشمس دي. فيلجم الناس في العرق ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إيه الكرب ده وإيه الشدة دي؟ على قد عملك برضو، على قد عملك. لو خرجت الأول من الدنيا من غير الذنوب، تبت واستغفرت ورجعت الحقوق لاصحابها ورديت المظالم وعملت حسنات كتير وانضفت جلبية بيضة، كل ده ما تشوفوش؟ ايوه كل ده ما تشوفوش. كل ده ما يأثرش فيك؟ ايوه. بدليل قال لك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الشمس بينها وبين راسك ميل والتاني في ظل الله، والحساب كله يخلص وبعدين يقول له تفضل الى الجنة. ما حسش بأي حاجة؟ قال لك آه. قال لك ما هو أصل تعب في الدنيا نتعبه في الآخرة إزاي؟ ما هي حاجة من اتنين، يا تتعب في الدنيا يا تتعب في الآخرة، اختار. ها اتعب في الدنيا بس تعب لله بقى. يا أيها الإنسان وإنك إيه كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والحبيب عليه الصلاة والسلام شاف جنازة المستريح مستريح أو مستراح منه، قالوا له يعني إيه؟ قال إن كان مؤمنا فقد استراح من الدنيا وهمها إلى الآخرة ونعيمها، وإن كان عاصيا ومنافقا وتعب الناس فقد استراح منه الخلق جميعا. يا أخي ريحتنا، ربنا يريحنا منك. حتى الخلق بيستر. أي شفت؟ شفت اللقطة الجميلة؟ فيتتعب هنا يتتعب هناك. لا يا ربي هنتعب هنا، لا يا ربي هنصوم هنا ونجوع هنا، لا يا ربي هنقف لغاية ما رجلنا تتعب هنا، لا يا ربي هنشيل على كتفنا ونودي للغلابة هنا. تشيل وتودي للغلابة؟ أيوة. خلي بالك من الحتة دي بقى، يا ريتك واقف وبس. هلا في ايه؟ انت عايز تذنب واحد وقفه وشيله، شيل ورقة زي ديت ماشي اتقل شوية، شيله 10 كيلو هيتعب. طب عايز تتعبه اكتر شيله اكتر، طب عايز تتعبه اكتر شيله اكتر. اه يحملون أوزارهم كاملة. لا إله إلا الله. وأوزارهم مع أوزاره. كنت مرة راكب عربية مع صديق ليا وبعدين عدت علينا تريلا كبير أوي، الصندوق الكبير ده، وبعدين بصيت للتريلا كده وبصيت له قلت له بص للتريلا دي هي حجمها عامل إيه؟ قال ده كبيرة أوي. قلت له تقدر تشيلها؟ قال لي لا يا عم الشيخ أنت بتقول إيه؟ قلت له بس فكر كده تقدر تشيلها؟ قال لي لا يا عم الشيخ. قلت له طيب هي أكبر ولا ذنوبك وذنوبي أكبر؟ قال لا ذنوبنا أكبر. قلت له هنشيلها يوم القيامة. شيل يا عم. طب انا مش عايز اشيل. طهر قلبك قبل ايه؟ قبل ما تيجي يوم القيامه في ارض المحشر دي تحمل تشيل. والحبيب عليه الصلاه والسلام بيقول ايه في اللقطه دي؟ بيقول من سرق جملا جاء على كتفيه يوم القيامه له خوار، ومن سرق بقره جيء ولها غوار. لا لا لا، ومن سرق معزه جاءت على كتفه كده ولها ايه؟ يا سلام. طب ليه؟ طب ليه الحاجه اللي انا سرقتها هيطلع لها صوت؟ قال لك ما عشان الخلق يتفرجوا على اللي انت نهبته وسرقته وظلمته وكلت والمعاصي والسيئات والذنوب، يا كل الحاجات دي هتبقى موجوده. قال لك اه. قال لك بس يا في واحد ربنا سبحانه وتعالى مش هيشيله. مين هو؟ قال لك اللي حط اوزاره قبل ان يموت، غسل سيئاته قبل ان يموت، هو ده اللي الحمل هيبقى خفيف ويمكن ما يشيلش حاجه خالص. في كمان اهوال؟ قال لك ايوه في كمان اهوال. قال لك اهوال ايه؟ قال لك واقف وشايل والحمل تقيل ومش قادر، لا تقدر تقعد ولا تقدر تحط اللي على كتافك على الارض ولا تقدر تستظل بحاجه. لا، كان في الدنيا كان ممكن تعمل كل الحاجات دي، وانت شايل كل الحاجات دي كده يقوم يعرض عليك اعمالك يقول لك عبدي اقرا كتابك. هي ناقصه يا رب؟ هي ناقصه؟ ده أنا في كرب ما بعده كرب. قال لا اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا رأى الظالم كل صغيرة وكل كبيرة عملها في الدنيا مكتوبة قدام عينيه، وعلى فكرة مش مكتوبة بالكلام بس، ده بالصوت والصورة، عشان لما يجي ينكر انه في اليوم الفلاني حط ايديه في جيب فلان وخد الحاجة الفلانية، بص شفت انت كنت لابس الجلابية الفلانية والساعة الفلانية وهو كان لابس البنطلون الفلاني، وخلي بالك كان المكان في الاتوبيس الفلاني، وخلي بالك كان جنب الكرسي الفلاني، اهو الصوت والصورة. ها ايه رأيك احنا لقطنا المسألة؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ وبص ايه الكرب العظيم ده يا جماعة، ده قرب. قال لك ده اصله بيعمل بيغسلك، بيقول لك ها اتفرج. لما يذكرك ويفكرك بالحاجات دي يقوم الانسان يتعب اكتر ما هو تعبان، ما هو عمال يغسل فيك وينظف فيك، عشان برضو قبل ما تروح للصراط تكون تنظفت شوية، عشان لا تقع في جهنم من على الصراط. لسه في اهوال؟ قال لك ايوه انت لسه شفت حاجة كل ده في الوقفة. قال لك ايوه. قال لك الصحف تطير، صحف الاعمال، والكتاب بتاعك هتاخده بيمينك ولا بشمالك ولا من ورا ظهرك؟ اوعى تفتكر انك هتشطر وتقول هطلع ايديا اليمين والقط الكتاب باليمين، لا، هيرغم ايديه الشمال تلف من ورا عشان الكتاب هيجيله من ورا ظهره، فلازم ياخده كما اراد الله على قدر عمله وذنوبه. يا عزل يا الانكسار، شفت ايديك الحلوه دي، ايديك اللي بتاعتك دي دلوقتي اللي ممكن تمسك بها المصحف وتفتحه كده وتقرأ دلوقتي. شفت ايديك اللي انت عصيت بيها ربنا، شفت هي بتاعتك ازاي، تطوعها كيفما اردت ازاي، هناك ما هتقدرش تطوعها. ليه؟ قال لك خلاص مش عدد بتاعتك، عدد ملك الملك تحت سلطة وامرة الملك. قالوا انطقنا الذي انطق كل شيء. ما هديها لك في الدنيا ما استخدمتهاش صح، ليه؟ طالما ما استخدمتهاش صح احنا بقى هنظبطها لك صح في الآخرة. في هول تاني؟ قال لك وحضرتك واقف كده والكتاب ومسكت الى غير ذلك، وجيء يومئذ بجهنم. جهنم تطلع تيجي تقرب من عباد، فتزفر جهنم زفرة، يخر كل انسان وكل جان وكل ملك وكل رسول وكل نبي على ركبتيه، يا رب سلم يا رب سلم، خايف مرعوب. ولولا ان ربك سبحانه وتعالى جعل لجهنم 70,000 سلسلة ماسك كل سلسلة من 70,000 70,000 ملك لهاجت على الخلق جميعا فأكلتهم. اقول الحديث مرة تانية، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 سلسلة، يعني سلسلة تناسب جهنم بقى، في كل سلسلة وكل زمام ماسك 70,000 ملك، وإلا هتاكل الخلق. المنظر ده هيخليك تموت، المنظر ده لوحده يغسل ذنوب ليس لها حصر. شفت أهوال القيامة اللي ربنا هيضع الإنسان فيها عشان يغسله ويطهره؟ مستعد؟ انت مش حملها ولا انا حملها ولا اي حد حملها، طب اعمل ايه عشان انجو منها؟ اغسل هنا، توب هنا، اعمل حسنات هنا، شوف الغلط اللي فيك ايه ظبطه هنا، شوف السيئات ايه كفرها هنا، الحق نفسك هنا وانت لسه في الروقان تحت المروحة ونايم على السرير والتليفون في جيبك والفلوس في الشيك بتاعك، انت لسه هنا، ظبط الله يكرمك وبسرعة قبل فوات الاوان. هو لسه في هول؟ قال لك امال انت فاكر ايه، انت مش خدت الكتاب؟ وفي سيئات وفي حسنات، عايزين نوزن بقى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذره خير يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى. يعني وانا ماشي كده وابويا ماشي جنبي كده والبنت الحلوه كانت ماشيه عن شمالي كده، وبعدين انا ايه باصص من تحت لتحت كده لرجليها من تحت، اللقطه الصغيره قوي دي، اللحظه دي، لحظة العين دي مكتوبة؟ أيوة. الغبلان اللي جالي وعايز مني حاجة وأنا ابتسمت في وشه لحظة، ما تعدتش لحظة، قلت له إن شاء الله هجيلك، لحظة دي مكتوبة؟ مكتوبة، ولها أجرها؟ أيوة، وتقيلة؟ وتقيلة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. هي الخطورة في الحتة دي يا جماعة، الخطورة إن الموازين الذهب بتوزن بالإيه؟ بالجرام. أعمالك يوم القيامة في موازين يوم القيامة هتتوزن بالجرام؟
لا، بمثقال الذرة اللي أصغر من الذرة. ده ما يتوزنش ده يا جماعة، ده ما فيش ميزان لغاية دلوقتي اكتشفوه يوزن الموضوع ده إلا ميزان واحد. ميزان مين؟ الله، ميزان العدالة القدسية اللي مش ممكن هتسيبك لما أنت ضربتني بالقلم على وشي، ولا ممكن هتسيبك لما أنت اعتديت على فلانة الفلانية ولها راجل، ولا ممكن هتسيبك وانت في يوم من الايام ارتشيت ولا اختلست، ولا ممكن هتسيبك وانت بتشتغل وادوك امانه تشتغل وتخلص اعمال الناس امانه بين ايديك وانت ضيعت الامانه ورحت الشغل متاخر ودخلت دوره الميه وقعدت فيها نص ساعه، ودخلت تصلي وقعدت نص ساعه والناس واقفه طابور قدام مكتب حضرتك علشان تقضي لها المصالح وانت حضرتك عملت تدلع. ده هيتكتب؟ يتكتب. انت فاكر المسائل ايه؟ فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله ان يخفف عنا اجمعين يا رب العالمين. لسه في كمان اهوال؟ في اهوال القيامة عشان تغسلنا؟ تقف بقى قدام اكرم الاكرمين ورب العالمين وخالق الكائنات اجمعين اللي تفضل عليك بالحياة وتفضل عليك بالرحمة، تفضل عليك بالدين، تفضل عليك بالزوجة والأولاد، تفضل عليك بالعلم والعمل، وتفضل عليك بالقرآن وبالنبي، وتفضل عليك بكل الخير اللي انت فيه. وبعدين يقف كده ويبص لك ويقول لك عبدي، تقول له نعم يا ربي، يقول لك هو مين اللي خلقك؟ انت يا ربي. مين اللي رزقك؟ انت يا ربي. مين اللي أعطاك؟ انت يا ربي. مين اللي خلاك ريس وجعلك ترأس وتربع تمشي زي ما انت عايز وتعمل لنفسك فيه؟ انت يا ربي. مين اللي اداك الزوجة؟ انت يا رب. مين اللي اغناك من فضله؟ انت يا رب. مين اللي اداك الجسم الحلو؟ انت يا رب. مين اللي اداك العينين الحلوة اللي تشوفها؟ انت يا ربي. انا اللي اديتك ده كله يا عبدي؟ ايوة. طيب يا عبدي عملت بهم ايه؟ صعبة جدا يا جماعة، صعبة صعبة صعبة. اخطر موقف في القيامة الموقف ده. عصيتني ليه بقوتك وبمالك وبعيالك وبزوجتك؟ ده زوجتك مديهالك نعمه تقوم تخليها تمشي في الشرع متبرجه؟ مالك مديهولك نعمه عشان تستخدمه في الله وللخير وفي الطاعه وفي القرب من الله تقوم تتمرد بيه على خلق الله وتركب بيه عربيه كده وتدوس على الخلق وانت ماشي، تتكبر على الخلق وانت ماشي؟ ما ينفعش يا عبدي. الموقف ده يا جماعه في حد ذاته صعب جدا. يفسر صعوبه الموقف ده حديث قراته للحبيب عليه الصلاه والسلام بيقول فيه ايه؟ فإذا قرر الظالم بظلمه تساقط لحم وجهه خوفا وحياء وذلا أمام الله يوم القيامة. مركز. يتساقط لحم وجه العبد ذلا وانكسارا وحياء وخوفا وخجلا من الله يوم القيامة. أيوة. طيب اديتك ده كله وغلط كنت ترجع بقى، أذنبت كنت توب بقى، انحرفت كنت تعدل بقى. يا أخي يا أخي، يعني هتقابله تقول له إيه لما تقف قدامه كده ويقول لك أنا اللي اديتك عملت إيه؟ أنا اللي أكرمتك عملت إيه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هتقول له إيه؟ الموقف ده لازم تستعد له، نظف نفسك قبل ساعتها ما يتساقط لحم الوجه ولحم الجسد خوفا وحياء وخجلا وذلا وانكسارا امام الله. يا جماعه الموقف صعب جدا. لسه في هول، قال لك اخر لقطه بقى في هول يوم القيامه الصراط. الصراط ممدود وجهنم تحت، على الصراط كلاليب وخطاطيف كده من نار ومن حديد تخطف الانسان تنهش في لحمه على قد ذنوبه برضه عشان تغسله. طيب لسه ما اتغسلش، لا لازم يقع بقى. يقع فين؟ يقع في الفلتر العاشر اللي هو نار جهنم. بس لسه في فلتر تاسع ممكن يبقى فيه الامل، وليه شروط عشان تتفلتر فيه. ايه هو الفلتر ده؟ الفلتر التاسع شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لكن هل اي حد هينال شفاعة الحبيب؟ هل اي حد ممكن يدخل الفلتر ده وينضف فيه قبل ما يدخل على الأهوال بتاعة الصراط وأهوال النار وجهنم؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم مع الفلتر التاسع قبل الفلتر العاشر. وما أدراكم الفلتر العاشر؟ نعوذ بالله من الفلتر العاشر. اللهم أجرنا من النار وخزيها، وأجرنا من النار وعذابها، وأجرنا من النار وسمومها،
وأدخلنا الجنة ونعيمها، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.